راضي جعيد ينزل الى الامام في كرات الثابته كالعاده. تنفذ من كلايتون وترجع من دفاع فريق النادي الافريقي. معين الشعباني خليها الى سراج الدين الشيحي. سراج الدين الشيحي طويله وما ثماش تسلل، واليلوا وحده، رينالدو اليلوا وتراوري والهدف الثالث. تراوري والهدف الثالث في الدقيقة 21 تتغير النتيجة. تراوري تلقى كرة في طبق من رينالدو اليلوا على غرار الهدف الأول، ولكن هذه المرة بالرجل. دور كبير قام به رينالدو، كان هو الممهد واللي جاب ثلاثة أهداف فريق الترجي الرياضي التونسي في لقاء الدربي. شوفوا وحده الكرة في طبق، وتراوري هو صاحب الثنائية. كان سجل أمام الملعب التونسي في لقاء الجارين وفي لقاء آخر، لقاء جارين يتألق أحسن ما يكون. هذا اللاعب الإيفواري في النادي الإفريقي. فما تغيير باش يدخل رقم 8 ماهر زيتون مكان رقم 10 شكري الزعلاني. إذا يخرج شكري الزعلاني يا أخو